السلام عليكم. غدوة الترجي الرياضي التونسي يواجه فريق الوداد المغربي مباراة الذهاب، نعرفوا انتهت فوز الوداد هدفها لصفر. لذا الترجي الرياضي غدوة مطالب أقل شيء أنه يسجل هدف وما يقبلش باش يتأهل أو يتعدى الضربات الترجيح. وبعد لكل حادثة حديثة. قبل ما نحكيه على تصريح طارق ثابت وقبل ما نحكيه على المقابلة، مباراة الذهاب اللي شاهدها وتفرج في جماهير وداد الأمة، الجماهير اللي كانت متواجدة بأعداد غفيرة وساندت فريقها من الدقيقة الأولى لدقيقة 90، صراحة أهزيز، صراحة دخلة خارقة للعادة. كتشوف فلامات، كتشوف الدربوات، كل شيء ممتاز، كل شيء أكد أن الجمهور هذا صراحة ما يتفرعش. لذا في مباراة العودة نتصور جمهور الترجي الرياضي التونسي ما هو بقادر يعمل حتى شيء الجمهور الوداد المغربي. ولهنا بطبيعة نحكي على حادثة الكار اللي صارت وجمهور الوداد شنو عمل في كار جمهور الترجي الرياضي التونسي. لذا نعود نقوله، جمهور الترجي الرياضي التونسي ما هو قادر يعمل حتى شيء في تونس لهنا الجمهور الوداد. علاش؟ على خاطر جمهور الوداد ما هو جاي. جمهور الوداد كان يجي فيهم واحد بركة تتشمع حاجة خرافية. لذا بما أنه ما ثم حتى حد جاي، جمهور الترجي ما هو قادر يعمل حتى شيء. جمهور الترجي عنده مهمة أخرى، وهو أنه يساند الفريق من أجل التأهل للنهائي. اليوم اللي تفرج في قسان التكيات جمهور الترجي صراحة يتأكد ويعرف أنه الجمهور اللي كان متواجد في ملعب رادس في مباراة مازامبي هذك أقل قليل النصف، لو كان ما قلناش ربع، أكيد ملعب رادس باش يكون جحيم فريق الوداد المغربي. حاليا التصريح اللي قام به طارق ثابت في الندوة الصحفية، التصريح تقريبا عنده ساعة من زمان، احكى فيه على كل شيء، احكى فيه على إصابة أمان الله من ميش يندرى باش يكون غدوة في التشكيلة الأساسية، لا احكى على مباراة الذهاب، احكى على فريق الوداد المغربي. ومن بين الكلام اللي حكاه كلام في غاية الأهمية، ونتصوروا الكلام هذا تمويه من طارق ثابت، لأنه لو كان كلامه طلع هذاك هو اللي يقصد فيه خويا تتبدل المشامي يولي ثم اكلام اخر. خلينا ساعه نسمعوا مع بعضنا طارق ثابت في الندوه الصحفيه ايش قال، وبعد نرجع عادنا ما نحكي. مرحبا بك سعد، مرحبا بك في تونس. انظر كتشوف معناتها الوداد، ناس كل قالك طارق ثابت على الجبر، علاش مش الوداد اللي هي جبرت باش نكونوا كاش؟ لان احنا كحللنا الماتش الوداد تلعب 3-2-5، معناتها الزوز اظهر يدخلوا معناتها في الهالف سبيس الممر معناتها الجانب الداخلي، معناتها وهذيك الكرة تو الحديثة، احنا تعاملنا معاها معناتها جيدا، أسلوبنا كان جيد، وصلنا للمرمى الفرق الناس صحيح يمكن في 25-26 دقيقة الأولى، ما نجمناش نخرجوا، لكن خلقنا في 5 دقائق أول فرصة كانت لينا ما كانتش ليهم، وآخر فرصة في الماتش هذا كانت لينا في الشوط الأول، وآخر فرصة في الماتش كانت لينا، معناتها متاع ساس في آخر الماتش، معناتها نظن اللي الفريق الوداد شاف الترجي ماهوش غريب عليه، احنا شافونا لأن نجمنا نلعبوا في المغرب الشوط الثاني لعبنا. جونا فرص وشوفوا الترجي يعرف يخرج كرة، يعرف يلعب كرة، معناتها ماهيش معناتها ماتش صراحة صحيح، معناتها فما أسلوب لعب، فما واقع. الكلمتين المهمين في تصريح طارق ثابت، قال الناس الكل تحكي بطبيعة جماهير الترجي الرياضي التونسي، الإعلاميين، الصحفيين اللي حكيوا على مباراة الذهاب كلها تحكي إنه طارق ثابت لعب الدفاع. قال علاش يقولوا طارق ثابت لعب الدفاع؟ علاش ما تصيرش إنه فريق الوداد المغربي هو اللي فرض علينا إنه نلعبوا الدفاع؟ لهنا إن شاء الله الكلام متاعي يكون غلط، إن شاء الله طارق ثابت يكون تمويه كلامه لأكثر لأقل، لأنه لو كان خلاها شخصيا حبثت انه نلعب طريقه دفاعيه اكثر منه انه نلعب الهجوم في مباراه الذهاب، عندي حساباتي في مباراه العوده يكون افضل. اما انك تقول انه فريق الوداد المغربي هو اللي فرض علينا انه نلعبوا الدفاع، يعني انت ماشي باش تلعب الهجوم. ومع انه نعاود نقولها تو نعطيكم بعض الجزئيات تدل انه التصريح طارق ثابت تصريح ذكي يقصد بيها تمويه، نجم نقولوا تمويه. ما كان الكلام اللي حكاه يقصده تولي مشكلة كبيرة. هي غدوة في رادس وأمام الجماهير باش تكون متواجدة بأعداد غفيرة. كي تحب أنت تلعب الهجوم والفريق الوداد المغربي يلعب لك بنفس الطريقة اللي لعب بها في مباراة الذهاب، ماكش باش تلقى روحك وباش تلعب الدفاع
تيلت اقل قليل الشوط الاول، ولا باش توصل تولي تهاجم الا ما فريق الوداد يسجل لك هدف ويرجع هو التالي باش انت تنجم تقدم القدام. ثم ثلاثة نقاط تدل انه الترجي الرياضي التونسي هو اللي حبذ انه يلعب بالطريقه هذيك ما تفرضتش عليه. النقطه الاولى انه لهنا كلامي موجه للي تفرجوا في المقابله من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 وما فلتوا منها ولا ثانيه واحده. بدايه المقابله شفنا الترجي الرياضي التونسي يلعب برودريغو رودريغيز كراس حربه، ويلعب خمسه ملاعبيه في وسط الميدان واربعه مدافعين، وقت اللي الكره تكون عند دفاع الوداد المغربي. نورمالمون بدايه المقابله مازال جاس نبض، نجم الترجي الرياضي التونسي في الوضعيه نتاع انه الكره في دفاع او في منطقه الفريق الوداد المغربي، نجموا نقولوا الترجي الرياضي التونسي كان قادر انه يضغط من الاول، يجس النبض، يندرا يعرف يخرج الكره نظيفه، يندرا سطح كيما جايه راجع يفهم اموره. لكن من الاول الترجي الرياضي مازال مش عارف طريقه لعب الوداد. يقول القائله يا دي راه ثما فيزيوناج ويتفرج وكذا، فاش تحكي قارين الوداد مليح، راك تتفرج في مقابلات الوداد ضد انديه اخرى حاجه، وتلعب ضد الوداد على ارضيه الميدان راهو من غير ما تكسر راسك حاجه اخرى. الترجي الرياضي التونسي منذ بدايه المقابله البدايه طريقه اللعب نتاعو اتاكد انه جاي يحب يلعب بالطريقه هذيك من اجل مباراه العوده، يسكر المنافذ، يلعب البلوك با ويلعب على الكونتر اتاك. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية، شوف شكون ملعب في وسط الميدان، ملعب ثلاثة ملاعبية، الواجب نتاعهم دفاعي أكثر منه هجومي، نحكيو على غيث الوهابي صحيح يعاون القدام، لكن دفاعي أكثر منه هجومي، نحكيو على اللاعب النيجيري دفاعي أكثر منه هجومي، ممكن حسام تقا، ولو أنه راه حسام تقا ماهوش الملاعب ياك اللي باش يخولك الكره ويلعب الهجوم. حسام تقا نعاودو نقولوها راهو ديما ملاعب شلواش في وسط الميدان، يعني ديما يربط بين خط او ملاعبيه وسط الهجومي ملاعبيه الوسط الدفاعي. يعني لو كان طارق ثابت من الاول حاب يمشي يلعب الهجوم امام فريق الوداد، ولكن الله غالب فريق الوداد هو اللي فرض عليه انه يلعب الدفاع، راهو اقل قليل بدا في وسط الميدان مكان اللاعب النيجيري، يبدا بيان ساس اللي اكيد ومما لا شك فيه باش نلقاوه متواجد في مباراه العوده في التشكيله الاساسيه. والنقطه الاخيره الاظهره اللي بدا بها طارق ثابت في مباراه الذهاب، عندك بوشنيبه مكان حسين بن علي. شفنا حسين بن علي يعني ملاعب في المقابلات الاخيره مباراه العوده ضد مازامبي عاون برشا الهجوم. لو كان طارق ثابت جاي حاب يلعب الهجوم راهو بدا بحسام بن علي، وكيف كيف محمد امين بن حميده مكان اللاعب اللي جاي من الملعب التونسي، لكن حب يخلي لدوزاريير لاتيرول مباراه العوده باش يكونوا يعني اكثر مرتاحين باش يعاونوا اكثر الهجوم. هذه ثلاثه اشياء تخلي تصريح طارق ثابت اليوم في الندوه الصحفيه تمويه اكثر منه حقيقة. غدوة نتصور طارق ثابت باش يفاجئ فريق الوداد المغربي، ونتصور بنسبة كبيرة الترجي الرياضي قادر انه يسجل الهدف الاول وحتى الهدف الثاني ويتأهل للنهائي. حلقتنا اليوم مفيد في ختام الحلقة كالعادة الوياري ما تبقى كمش يقول لكم حظ موفق للترجي الرياضي التونسي، حظ موفق للمنتخب التونسي، لاعبين الدوليين في الدوريات الاوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، عيش تونس، كنا تونس وسلام.